يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي بالطبل والزمر والرقص، وما حكم من يسهم مع هؤلاء بالمال تحت اسم تبرع المولد النبوي؟ فإذا تبرع أحد من أهل بلدي هل له أجر أم عليه وزر؟ الاحتفال بالمولد النبوي أو بغيره من الموالد بدعة، بدعة في الإسلام ما أنزل الله بها من سلطان، عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته الكرام ولا القرون المفضلة لصدر هذه الأمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه والاقتداء به وترك ما نهى عنه من البدع والمحدثات. وإذا انضاف إلى ذلك الاستغاثة بالرسول أو الاستنجاد بالرسول فهذا شرك إلى بدعة، شرك ينضم إلى بدعة والعياذ بالله. أو صار في هذا الاحتفال ضرب طبول وشرب خمور ومسكرات أو فعل فواحش، فهذه زيادة شر على البدعة، آثام وأغلال يتبع بعضها بعضا، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: ولا يجوز التبرع لهذا العمل المحرم لأنه إعانة على معصية الله ورسوله. قد قال الله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم.